من عام إلى آخر ينتظر المقدسيون رمضان بشوق. المدينة تنتعش بزوارها من كل أنحاء فلسطين أخيراً رغم قسوة الاحتلال. فالقدس محاصرة ومعزولة بجدار يفصل الضفة الغربية عنها ويمنع أهلها من دخولها إلا في رمضان. رمضان يعني لنا عنا إلى فرحتين، فرحة العبادة وفرحة الطاعات بالمسجد الأقصى والرباط، والفرحة الثانية أننا بنشوف أنه أهلنا وإخوتنا اللي بيت لحم اللي بجنين برام الله بطول كرم. إن شاء الله يا رب بنعاد علينا رمضان مرارا وأعواما وكثيرة ومنضل نجي ونزور الأقصى يا رب. تدعي سلطات الاحتلال إجراء تسهيلات لدخول فلسطيني الضفة إلى القدس أيام الجمعة، لكنها في الواقع تمنع قطعا دخول الأولاد ما فوق سن 12 والرجال ما دون 45. أما من هم بين 45 و55 فيحتاجون إلى تصاريح خاصة. أما غزة فحصار أهلها عن القدس مضاعف. وحكي فاضي، ما في أي نوع من التسهيلات اللي بيحكوا عنها، بالعكس هذا كل إذلال إلنا. يعني صح، يعني طلع كيف الجيش التحصينات اللي عاملينها بزيادة كثير، نقاط التفتيش كثير تبهدلنا والله. مع ذلك وصلنا الحمد لله رب العالمين، نحن في ذا الأقصى. القدس تعني لنا كل شيء، متنفس تبعنا، حياتنا، مستقبلنا، القدس كل شيء بالنسبة لنا برمضان وبغير رمضان. تحريض إسرائيلي واسع سبق شهر رمضان لتحميله وزر تفجر الأوضاع الأمنية في القدس. سينشر الاحتلال 1000 شرطي يوميا حول الأقصى والبلدة القديمة، وستتم مضاعفتهم أيام الجمعة. رغم ذلك أدى أول صلاة جمعة في شهر رمضان في رحاب الأقصى المبارك نحو 150,000 مصلٍ. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين.